دلوقتي النهاردة راح حافظ أبو سعدة وراح معاه المستشار الخضيري وراح سجن طرق وما شافوش جمال ولا علاء ولا العدلي ولا عز ولا حاجة. احنا ادي طلب. الطلب الثاني الشهداء بيقولك ادوهم 100 مليون جنيه. النهاردة كانوا 5000 جنيه كل شهيد كل وزودوه بقى 30,000. انتوا عارفين دلوقتي اني اللي مات في العبارة خد 300,000 جنيه. النقطة التالتة، أول امبارح بالليل في حاجة على شركة خليج السويس كده اسمها الحوض العائم. الحوض ده طوله كيلو وبيشيل بيشيل مركب 55,000 طن، وفجأة غرق وما وضحوش في تعديم إعلامي في نفس التوقيت عشان ربنا يفضحهم برضو إن في عمل تخريبي من دولة عدوة. راح في العريش امبارح 5 عربيات لاند كروزر، كل عربية بمليون جنيه، ومعاهم ناس ملثمين بالسلاح سيطروا على العريش 6-7 ساعات ضرب نار في الهواء. يعني سينا، تعرفين سينا دي مين؟ دي هي البركة اللي انتوا عايشين بحسها. سينا دي أرض الله المباركة زي مكة وزي القدس، لو ما حطيتوش سينا في قلبكم. النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، أنا معتصم ليه؟ أنا وولادي وإخواتي معتصمين ليه؟ يوم الأربعاء لو شفنا حسني مبارك وشفنا جمال وعلاء وفي عدل في المحاكم وفي تطهير في القضاء وفي تطهير في الناس اللي كانوا لجنة السياسات، شيخ الأزهر كان عضو لجنة السياسات، المفتي جايبه حسني مبارك، تطهير القضاء، تطهير كل أنظمة الدولة هيتم واحدة واحدة. بس المأول نقوله يعلنوا العدل. إيه هو العدل؟ ان المذنبين هيقفوا يوم الاربع والمصريين كلهم تشوفوهم. انا بقول لكم انا معتصم ليه؟ لا بلعب سياسة ولا عايز كرسي ولا عايز فلوس. انا عايز انقذ الشعب مصر اللي هيحارب في خلال 5-6 سنوات اقوى جيوش العالم للدفاع عن سيناء، اكرم بقعة في العالم، البقعة اللي ربنا كلم فيها سيدنا موسى وانا طلعت هناك. بركة 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 بركة، انتوا مش حاسينها ولا عارفينها. السعودية اجمل دولة في العالم عشان عندها مكة، اسرائيل من اقوى الدول عشان عندها المسجد الاقصى وبيت لحم. انتوا اكرم شعب في العالم عشان عندكم سينا. سينا كل واحد يحطها في قلبه، ضميرك سينا، بلدك سينا، بنتك سينا، مراتك سينا، اهلك سينا، خيرك سينا، رزقك سينا، مستقبلك سينا. لو انت عملت صفحة جديدة زي ما عملت يوم 25 يناير مع ربك وطلبت ان انت دان تخضع لشركة حسني مبارك او شركة طنطاوي او اي شركة في العالم، نحن امة موحدة، والمسجد الاقصى ومكة وسينا مش خط احمر، لا رقبتنا. انا شخصيا عندي 60 سنة وانا عندي اولاد في مصر، عندي 5 مليون شهيد شفتهم في ميدان التحرير مستعدين. احنا بنبعت رسائل للطغيان في كل العالم، نحن المصريين وسنموت دفاعا عن سينا وعن ارضنا وعن اموالنا وعن الحق وعن لا اله الا الله، ولن يفرقنا انسان ولا جن ولا شيطان. سنجتمع على امة مصر العظيمة، وربنا يوفقكم جميعا. والسادة اللي قعدتوا هذا المؤتمر العظيم، توحيد مصر هي قوتنا. شكرا حضرتك يا استاذ الوقت. بس يا رجاء يا جماعه، بس كل اللي هيتكلم مش عاوزين كده.